أنا هستأذنكم أتكلم بالإنجليزي عشان كل الموجودين. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it gives me great pleasure to welcome you to attend the long-awaited economic development conference that will mark the remodeling of Egypt's economic map and the beginning of a new era based on a long-term growth and prosperity. Clearly, the success of the upcoming days will not only reflect positively on Egypt, but rather on the whole region. The real challenges that started in 2011 with the political changes did cast negative repercussions on the economic scene in Egypt. Stressful circumstances included the several downgrades التدرج المنخفض لمعدلات مصر الافتراضية وظهوره برأس المال مثل الأفجي، الاستثمار المباشر والانخفاض في وصول أعداد السياح، الضغوط الاجتماعية وبصفة خاصة على القطاع السياحي ونقص رأس المال وسوق رأس المال. وبرغم التحديات الكبيرة فإن البنك المركزي لمصر كان على مستوى الحدث وتمكن وبطريقة جيدة الاستجابة للمخاوف السوق. أن البنك المركزي المصري تمكن من الوفاء في كافة الالتزامات بالنقد الأجنبي لمصر دون أي تأخير. أن مثل هذه الالتزامات تضمنت الديون الأجنبية بما في ذلك نادي باريس والتعويضات لبعض البلدان وفي أوروبا، ووصلت حوالي 22 مليار دولار دفعت في حينها. الهروب لرأس المال بصفة عامة بعد ثورة 2011 بلغت 14 مليار دولار دفعت في حينها أيضا، وبالتأكيد الضغوط الكبيرة لاستيراد السلع الأساسية والأرقام في هذا الصدد كبيرة. أن البنك المركزي المصري نجح في الوفاء في هذا الدور لسلامة القطاع الاقتصادي والمصرفي وساند الاقتصاد كما يلي. على الجبهة الاقتصادية ميزان المدفوعات بالمقارنة 2011 وما بين ديسمبر 2014 فإن إجمالي الأصول زادت بنسبة 53%، إجمالي الودائع زادت بنسبة 65%، وكانت أساسية ودائع محفوظة، والقروض زادت بمعدل 37%. وفيما يتعلق السلامة المالية ومؤشراتها فإن إجمالي الكفاءة رأس المال في البنك المركزي كانت 13.1% في 2014، أعلى من هدف بازل بمبلغ 10.5% في 2019. العائد على الأصول بلغت 14.5% في 2014. معدل إجمالي القروض شهدت تطورا كبيرا لأنها انخفضت من 13.6% في 2010 إلى 8.6% في 2014، بينما معدلات التغطية تحسنت من 92% إلى 97%. القروض بمعدل الوداع في الوقت الحالي تصل 40%، مما أعطى مجال واسع لمزيدا من النمو ودعم النمو الذي نتوقعه قادما. لقد قمنا بالكثير من المبادرات للتأكد من العمل السليم ومرونة الأعمال الاقتصادية. في مارس 2013 البنك المركزي أعلن زيادة في القطاع السياحي. في فبراير 2014 أعلن المبادرة الخاصة بقرض العقاري، وفي سبتمبر 2014 البنك المركزي سهل في إصدار شهادات قناة السويس التي صدرت أساسا للمصريين
علينا بمستبعزين البنوك، وكان هدفها تمويل المشروع الكبير لقناة السويس. قمنا بتجميع 64 مليار دولار، حوالي 9 مليون دولار في 8 أيام عمل فقط. من ضمن ذلك 27 بليون كانت في شكل سيولة جديدة سائلة للقطاع الخاص، وهذا هو الإدماجي المالي. الأموال التي قامت جمعها السكان المصريين لمشروع قناة السويس هو درس نمطي في الإدماجي الاقتصادي، فإن الإدماج هو ضمن أجندتنا في المستقبل القريب. من الجيد أن نصل إلى نمو داخلي ونفتح مجالات جديدة للأعمال، بينما ندعم مسؤولياتنا الاجتماعية ودورنا لتضمين الفقراء والقطاعات المستقطعة من المجتمع مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. في هذا المجال فإن البنك صدر فتح أفرع للتجزئة في المناطق الحضرية، وأيضا قواعد للدفع المتحرك. والبنك سوف يركز على خلق وتمكين مناخ للتسهيل الأفضل للوصول إلى التمويل وتعزيز حماية المستهلك والنمو. من منظور الإدارة فإن البنك المركزي اتخذ الخطوات المختلفة، وإذا سمحت لي سوف أقول أنها شجاعة لضمان فعالية سوق العملة الأجنبية. في 2012 البنك المركزي المصري دشن آلية فوركس، والبنك المركزي في مصر اعتمد سياسة عدم السماح الكلي للتجاري والسوق السوداء، وأغلق كل الطرق لهذه الأنشطة الغير قانونية والتأكد من سعر عادل لسعر الصرف الأمر الذي تمكن من التوصل إليه. من البنك المركزي الآن قد وضع معدل صرف أكثر مرونة وسياسة أكثر مرونة، وفرضنا بعض القواعد التقنية التي قضت بالفعل على السوق الموازية بالكامل. وفي السوق المصري نسميها السوق السوداء، لا يوجد الآن سوق سوداء بعد الآن. والمعاملات في السوق السوداء قد انتهت، والبنك قد شهد زيادة في الموارد كبيرة لأن السيولة وجهت إلى القنوات الرسمية. هذا الإنعاش في السيولة تم من خلال الوفاء بالاحتياجات المصرية في النقد الأجنبي وحفز الاقتصاد، بينما احتياجات التصدير المصرية كانت حيوية، والتزمنا بذلك وخلقنا مناخ ودود للمستثمر. والشهادة على ذلك هي ما ذكرته من قبل، أننا تمكننا من الوفاء من كافة الالتزامات الخاصة بالدين المصري دون أي تأخير. في مارس 2013 البنك المركزي أعد الآلية للاستعادة لسوق السوق لتشجيع المستثمرين، والبنك أيضا له مبدأ أساسي ضمان سوق النقد الأجنبية دون أي أهداف سعرية مع المستوى التغيير المقبول. السيولة في البنك سوف تستأنف أنشطتها قريبا، أما على الجبهة المالية فإن هدفنا الأساسي هو استقرار الأسعار مع الاهتمام بصفة خاصة للنمو وخلق فرص العمل. وختاما فإن الجهود قد بدأت في النهاية لخلق التعافي والوصول إلى الثقة، وقد ظهر ذلك في المادة الرابعة وفي تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري الذي اعترف بالتدابير الأخيرة والخطوات الشجاعة للبدء في تشغيل اقتصادنا، مما أثر على التحسن. وبعد القصص الخاصة بالانخفاضات وإعادة النظر في تصنيف مصر، فإن وكالات التصنيف بدأت في النظر مرة أخرى في تقييم الاقتصاد. في الربع الأخير
منظور لمصر من سلبي، فإن التصنيف مستقر الآن وحسن من تحسن من B- إلى B مع منظور مستقر، ونتوقع مزيدا من التطور والتحسن. أسعار السوق والمؤشرات أيضا قد أكدت الشعور الإيجابي. لكي أعطيكم فكرة، فإن مصر لديها مشروع تأميني قد انخفض من مستوى 925 قاعدة إلى حوالي 320 نقطة قاعدة، وبعد هذا المؤتمر أعتقد سوف تنخفض أكثر من ذلك. الحضور المتحمس للوفود الموقرة هنا هي تأكيد وتعزيز قوي لهذه المشاعر الإيجابية. ونود أيضا نعيد التأكيد على أن القطاع المصرفي في مصر في موقف جيد، وبذلك بسبب سلامتها المالية والسيولة والبنية الأساسية والكوادر الممتازة والمعرفة الواسعة النطاق عبر القطاعات المختلفة للوفاء بالمعدلات الكبيرة، المشروعات ذات الإمكانيات الكبيرة. ندرك أن رحلتنا ليست منتهية بعد، ونقف أمامكم بفخر للطريق الطويل الذي سلكناه. لقد شاهدنا أسوأ الأيام، ولكننا تمكنا من التغلب على بالرغم من التحديات الكبيرة. التقدم الأمام سوف تجعلنا نصمم بتصميم إيجابي على الحافة على الساحة المصرية والخارجية. البنك المركزي مستقل تماما، أكرر ذلك تماما، مستقلا تماما، ونحن ملتزمون كاملا لكي نجعل مصر بلدا مستقر واقتصاد للرفاهية لشعبها وللمستثمرين على السواء. إننا نثق بطريقة أكبر في إمكانات شعبنا وقوة تعاوننا، استنادا على ما تقدمنا به لهذا الجمع الموقر في هذا المؤتمر. نتحد جميعا ونوحد مصالحنا لكي نأتي بيوم أفضل لكافة الأمم. وأتقدم لكم بالشكر العميق على حضوركم، وأتمنى لكم الأفضل، وأتمنى وأقول لكم القطاع المصرفي موجود وسوف يدعمكم، ونقدم لكم كل احتياجاتكم وكل المشورات المطلوبة، وأنني على ثقة أنكم سوف تنجحون. وشكراً.